دابا راه خصني ضروري دابا ننزل انا يسبع 13 مليون في سيمانه ماشي تعدوا هذا الله يا اخي ديالي او لا قال لي ديماك تموت. ما عندناش حنا مستشفيات حكوميه اللي غداويها تشوف تعز عليك كتقطع فين غندي الوالده دابا انا خصني 13 مليون واش حنايا كنزرعوا فلوس. قالوا لي بان ضروري خصك تنزل واحد 6 ولا 7 مليون عاد او لا تنزلنا الشيك عاد نقدروا نطلعوا الوالده ديالك تعمل العمليه. المشكل ديالي هو انا قلت لكم جبت الوالده ان هنايا دابا هذه تقريبا واحد 8 ايام ولا 10 ايام الوالده غير جاها شي حريق في الشرايين ديالها طلع على الحريق بزاف ديت كلينيكا اخرى قالوا لي خصك تخلص 6 مليون وعملت شي تحاليل وهذا وهذا سرتهم حتى السيد صاحبي في الرباط وجاوبني قال لي بان السيده في الخاطر جبت كلينيك هنايا ديال القلب والشرايين قالوا لي بان ضروري خصك تنزل واحد 6 ولا 7 مليون عاد او لا تنزلنا الشيك عاد نقدروا نطلعوا الوالده ديالك تعمل العمليه. تصادفنا مع واحد الطبيب كيعرفني بان بغى يدخلها باش يعملوا لها العمليه عملوا للوالده العمليه هذه واحد 8 ايام خرجت قالوا لي خصك تخلص 6 مليون ماشي مشكل دبرنا ديك 6 مليون تعاونوا معنا الدراري وكذا واللي عندنا وبيعنا والناس تعاونوا معنا كملتها هي 6 مليون فاكتور 8 ايام دابا الوالده الحريق ما بغاش يتزال منا مره الحريق تزاد عليها مسكينه وصلتنا لحاله خطيره جبتها لهم دابا دخلتها شافوها هذه قال لي شوف الوالده راه خصها عاود واحد الشريان اخر عاود خصو يتفتح خصك تنزل دابا 7 مليون اخر كضمانه ولا الشيك واش حنايا كنزرعوا فلوس بزاف اخي ديالي بزاف دابا انا الوالده مريضه بالقلب والشرايين عاد دابا غير مؤخرا جا عمرها ما مرضت به دابا على غفله جانا هذا الشيء هذا فين غندي الوالده ديالي اخي ما عندناش حنا مستشفيات حكوميه اللي غداويها دابا انا خصني ضروري دابا ننزل انا يسبع 13 مليون في سيمانه ماشي تعدوا هذا الله يا اخي ديالي او لا قال لي ديماك تموت خصها تكون واحد شويه ديال الانسانيه واحد شويه ديال الرأفه بالبشر ولا واخا هو عنده هنايا كلينيك كبيره وانترناسيونال هذه ولكن حنا بيدنا راه مواطنين انا بيدي خصني نستافد منها هي معدله فوق الارض ديال الشعب ماشي معدله في السماء خصني انا بيدي نستافد انا بيدي نداوي الوالده ديالي فين غندي الوالده انا دابا دابا انا الوالده هي كتموت كتقطع مسكينه بالحرق تشوف تعز عليك كتقطع فين غندي الوالده دابا انا خصني 13 مليون ما عنديش انا 13 مليون انا عامين ما خدمت انا الدومين ديالي السياحه عامين وانا جالس بيجيو دابا يقول لي 6 مليون تزيد دابا 7 ولا 8 مليون بزاف عليا اخي ما عنديش مين نجيبها انا واحد الانسان درويش وخدام انا وكيعرفوا الدراري الخدمه ديالي شنو هي خدام في السياحه عامين وحنا جالسين دابا علاش غيتعداو علينا يعملوا ما كاينش فين تزيد عباد الله ما كاينش طبيب قلب حكومي مره خصك ضروري ضروري تخلص ملايين حنا ما عندناش باش نخليها مسكينه تموت خصنا ضروري نشوفوا شي حل حشومه هادشي هذا هي فاكتوره 6 مليون نهار انا خلصتها نهار 21 في جوج يلا دابا جالس 8 ايام جبتها دابا قال لي خصك تخلص 6 ولا 7 مليون اخر عاد ندخله دابا هي كتموت ما يدخلش عاد ندخله فهمتيني التحليله شافوا هذه قال لي لا والو تتنزل الضمانه عاد ندخله ما يعني ما كاين لا قال لي شيك ضمانه اولا في اسبيس ضمانه تبقى عنده والانسان ما عندوش مرة يخرف تسعود دلي لغير الطبيب عرفنا الجار ديالنا وهادي وقف معانا وقال لهم طلعوها واخا مش غير قانوني ما عندهمش هما غير قانوني هنا كيعمل كل واحد اللي بغى غير قانوني زعما هو غيخاف منا هو الشيك ما دفع ما خلصتيش غيدعك واثمنه خياليه اثمنه خياليه كيدخل داخل ما كاين غير 14 20 16 مليون اثمنه نقول لك انا خلصت 8 مخلص 6 مليون ها هي ديتها 8 نفس الحريق نفس الحريق رد نفس الحريق رديتها لهم ما نقدرش نخلص هذا الشيء هذا على الوالده يعني خصنا نشوفوا شي حل شي حل ديت محمد الخامس ما قدرتش ندخل اخي ديالي القلب ديالي ما طاوعنيش ندير الوالده نسيبها تما عرفتي ما عندكش مين تدخل ولا مع منتظر ولا كلشي مسيف في الارض اخي الاطباء كيعملوا الجهد ديالهم زعما في المستشفى الحكومي ولكن داك الشيء بزاف اخي والوالده انا هذا الشيء عندها خاطر فهمتيني مره اخرى والله العظيم قسما بالله كنحلفكم صادقا ان الطبيب كان باقي لا ساعه ما كانت تموت اقسم بالله العلي العظيم كما كانش جاب الله ديك الطبيب ودخل ودخلناها واعتقناها كانت ماتت دابا ودابا عاود نفس المشكل قال لي في الخاطر في الخاطر ما تقدرش تعتق عباد الله فين هي الانسانيه فين مرش نكون انا والله تنخلص من الجيم ديالي نكون انا الطبيب وندخل ديك السيده تعالج حسب بحال يماك بحال اختك بحال عزيزك حشومه مره صفر نقطه الدم فيها شي مسكينه خسر شنو هي ما تدوش الدم لعضلات القلب راه خطر تقدر تشلل مسكينه عاد تداويها تقدر تموت ولكن حشومه وعيب انا كناشد المسؤولين الله يدي غير يتصلوا بيا يوريوني غير فين نمشي نديها شي متاع اللي نقدر نخلص فيه مليون مليون ونص جوج نخلص نبيع شي حاجه ونخلصها كناشد انا المسؤولين يقول لي فين نمشي ما جبرتش فين نمشي انا دابا